بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هتكون أول محاضرة لينا في التحضير لاختبار مارس 23 إن شاء الله، وده هيكون آخر ويندو هيمتحن على النظام المنهج والأسئلة القديم، يعني ده إن شاء الله آخر امتحان هيبقى على النظام القديم. بداية من 15 مارس هيبدأ في تحديثات على المنهج، في إضافة في شابترين تقريبا أو ثلاثة، وطبعا هيكون عليهم طبعا أسئلة هتكون جديدة، فده إن شاء الله آخر فرصة أو آخر ويندو للناس إن هي تمتحن على النظام القديم اللي فيه منه معانا بنك أسئلة كبير. الصوت واضح يا جماعة؟ اللي بيقولوا ما فيش صوت، أنتوا سامعيني كويس؟ الصوت واضح للكل؟ طيب تمام، اوكي ماشي. يبقى اللي عندهم مشكلة بقى يطلعوا يدخلوا. طيب اوكي ماشي، زي ما بنقول كده مع بعض ان شاء الله ده هيكون اخر ويندو على النظام القديم. هنتكلم بقى عن ايه؟ الدومينز اللي عندنا، المين دومينز اللي عندنا في المنهج، هم يعتبروا اربع دومينز اساسية اللي احنا بيجي عليهم المفروض او عليهم درجات في المنهج. عندي التشابتر 2 اللي هو اسمه الليدرشيب، اورجانيزيشن ليدرشيب، وفي عليه 35 درجه. تشابتر 3 وهو الاكبر اللي انا حتى في المنهج انا مقسماه لخمس اجزاء، عليه 40 درجه. تشابتر 4 اللي هو الداتا اناليتكس عليه 30 درجه، وتشابتر 5 اللي هو البيشنت سيفتي عليه 20 درجه. تقسيمة المنهج عندنا ان احنا ان شاء الله هناخد النهارده تشابتر 1، رغم ان تشابتر 1 مش مكتوب عليه درجات في تقسيمة المنهج، لان هو اهم حاجة، لانه حضراتكم لو ما فهمتوش تشابتر 1 اللي هو بيتكلم يعني ايه اصلا كواليتي والهيستوري اوف كواليتي، مش هتعرفوا تفهموا الا هنتكلموا بعد كده في الكواليتي. فتشابتر 1 ده بالنسبة لنا هو البيسكس، تمام. بعد كده تشابتر 2 ليدرشيب، وتشابتر 3 البرفورمانس امبروفمنت اللي عليه 40 درجه، وتشابتر 3 انا مقسماه لخمس اجزاء عشان يكون بسيط عليكم، البرفورمانس امبروفمنت اند ميجر، واليوتيلايزيشن مانجمنت، والريسك والفاينانشال، البنش ماركينج، والكلينيكال براكتس جايد لاين، والاكريديتيشن، والبيبول مانجمنت، وتشابتر 4 ايه داتا اناليتكس، وبعد كده البيشنت سيفتي. ده المفروض تقسيمة المنهج اللي علينا إن شاء الله للناس اللي هتختبر في ويندو مارس. عندنا هنا، هو المواعيد الاختبار بقى، أو اللي هو الابليكيشن بيريود بالنسبة لنا. إحنا بالنسبة لنا اللي هم هيختبروا إجزام ويندو اللي هو مارس، الامتحان هيبقى مفتوح من يوم 27 فبراير لحد 14 مارس، يعني عندك 3 أسابيع. هم في ال3 أسابيع دول تقدر تحجز أي يوم من دولت للامتحان، تمام. وهنا برضو بينبهك إن هو إيه، This is the final window during which the exam on the current exam content outline will be offered، يعني ده آخر ويندو على الداتا أو الكوريكولم اللي موجود حاليا. طب نقدم إمتى على الاختبار؟ التقديم على الاختبار مفتوح، التقديم على الاختبار مفتوح من يوم 15 نوفمبر، ومعانا التقديم متاح لحد يوم 20 فبراير. لحد يوم 20 فبراير تقدر ان انت تقدم على اختبار مارس، تمام. الفترة دي كلها معانا هي، تقدروا ان انتم تكرروا فيها وتقدموا على اختبار، في مارس. الشاشة واضحة يا جماعة للجميع؟ الشاشة واضحة وشايفين ايه اللي مكتوب؟ طيب احنا بقى بالنسبه لنا الناس اللي تقدم، هتقدم بقى المشكله عندك انت يا لينا، بقيت الناس واضح عندهم اهو، اخرجي وادخلي تاني. الناس بقى تقدم امتى على الاختبار؟ لو حضرتك هتحجز في سنتر يبقى يفضل ان انت تحجز من دلوقتي علشان تحجز مقعد في السنتر، وطبعا احنا دايما بنفضل ان السنتر يكون افضل. المده دي كافيه جدا طبعا، السنتر بيكون افضل من الحجز اونلاين. طيب دكتوره نهال بتقول هل مده ال3 شهور دي كافيه للتجهيز؟ ايوه طبعا كافيه جدا، ولو شفتي الناس اللي اختبروا قبل كده يا دكتوره نهال، سواء في سبتمبر ولا ديسمبر الحالي ولا جون ولا غيره، في ناس اصلا بتذاكر في 3 اسابيع، وفي حد ذاكر معانا في 10 ايام وفي 6 ايام. هي الفكره كلها في مده المذاكره، يعني انا دايما بقول ان اقصى فتره تجهيز هي 3 شهور، لو حضرتك هتذاكر يومين بس في الاسبوع، ساعتين في يومين في الاسبوع، ده 3 شهور كافيين.
لو حضرتك بقى حابب مذاكرة مكثفة، فممكن ان انت شهر واحد، يعني شهر كمتوسط حلو، ممكن يقل شوية ممكن يزيد على حسب كل واحد وتفرغ. شهر واحد لو فرغت نفسك للمذاكرة يومين، في ساعتين يوميا، وذاكرت كل يوم ساعتين، فهو شهر واحد كافي انه حضرتك هتمتحن وهتذاكر كل المنهج والمحاضرات اللي بتكون فاتتك معانا في الكورس. طبعا السنتر افضل. ايه لو ما فيهاش، لو المحافظة اللي انت فيها ما فيش فيها سنتر وهتمتحني في مكانك وتأكدتي من ان الجهاز خلاص اوكي، لو الجهاز موافق للشروط والانترنت عندك سريع وسرعته عالية خلاص ما فيش مشكلة، بدل ما ان انت تسافري تختبري اونلاين من البيت ما فيش مشكلة. بس دايما بنقول الناس اللي هي هتحجز اونلاين، يعني دايما بنقول رقم واحد اختار سنتر. طب انت عندك ظروف معينة مش هتقدر انك تسافر او تنتقل من مكانك عشان تروح سنتر وعايز تختبر اونلاين، خلاص اختبر اونلاين من البيت ما فيش مشكلة، بس ضروري انه انت وانت بتختبر اونلاين ما تحجزش في اخر 5 ايام، ابعد عنهم خالص. يعني احنا عندنا الويندو من 27 فبراير لحد 14 مارس، انا اجي لحد بكتير 9 مارس ممكن ان انا احجز في الفترة دي، اخر 5 ايام اسيبهم ما احجزش فيهم لو انا احجز اونلاين. ليه؟ لانه عندك انه ممكن يحصل عندك اي مشكلة فنية تحتاج ان انت تعمل ريسكادولينج للامتحان، فلو جيت انت مثلا حاجز يوم 14 وحصل مشكلة فنية وما عرفتش تدخل على الامتحان ومحتاج انك تعمل ريسكادولينج، هيقول لك خلاص الويندو كده هيكون على ما يرد عليك، والرسائل والايميلات هيكون الويندو خلص، فيقول لك خلاص هتختبر على الويندو اللي بعده اللي هو على المنهج الجديد. تمام؟ الاسئله بقى اللي خاصه بالسنتر وما اعرفش عدد الامتحانين الحاجات الفنيه دي بقى مع المنسقه ان شاء الله اتواصلوا معاها، انا بعت رقمها ليكوا على الويب، اتواصلوا معاها في الاسئله الفنيه. خليني انا في الحاجات اللي تهمني انا في النظام الشرح والمنهج والنصايح اللي انا بديها لك. تمام؟ فاذا اي حد هيحجز يحجز سنتر الاول رقم واحد، مش مضطر يحجز اونلاين، يبقى يبعد عن اخر 5 ايام في الويندو، ويحجز في الفتره اللي هي من 27 لحد تقريبا 9 مارس. وانا بحجز برضو امتحان اونلاين ابعد عن اي مواعيد صباحيه، احجز على ميعاد مسائي، لان الميعاد المسائي عندنا احنا هنا هيكون عندهم في امريكا فتره صباحيه، فبتكون مشاكل الاونلاين وهم مداومين اقل بكتير من المشاكل اللي هي تكون في الفتره اللي هم مش مداومين فيها. تمام؟ تمام كده بالنسبه للامتحان. بالنسبه للمنهج احنا بقى، احنا ان شاء الله النهارده اول محاضره، وده الجدول بتاعنا اللي هو ان شاء الله النهارده 14 ديسمبر، هنناقش النهارده التشابتر 1 اللي هو هنعمل فوكس ريفيو على الكواليتي بيسك، وطبعا الاسئله المفروض حضراتكم سمعتوها، ولو في اي سؤال مش واضح ممكن اعيد شرحه او نناقشه على الجروب. تمام؟ الجدول اهوت معانا على مدار المنهج، احنا ان شاء الله هنخلص شرح المنهج بتاعنا يوم 22 يناير، يوم 22 يناير هنخلص شرح. ليه انا متعمده ان اخلص في التاريخ ده؟ بحيث انه حضراتكم الناس اللي هم لسه ما حجزوش للاختبار بيكون قدامهم فرصه انهم يقرروا، هل انا لحد يوم 22 يناير ده انا حصلت نسبه قد ايه من المنهج؟ المنهج انا حاسس انه مفهوم بالنسبه لي وسلس، ولا لا انا محتاج ان اخد فرصه تانية واعيد الحضور واختبر في الويندو اللي بعده. فعشان كده هنخلص شرح بدري، كل واحد بيقدر ان هو يقيم وضعه ويقيم ظروفه وبعدها يقدر يحجز الامتحان، لان قلنا ان الحجز هيقفل يوم 20 فبراير، احنا هنخلص اصلا شرح المنهج قبل اخر ميعاد لحجز الامتحان. بعد ما بنخلص الشرح بيكون بقى عندنا شهر مراجعة اللي هو يبدأ إن شاء الله من 29 يناير لحد 26 فبراير، ده شهر هيكون مراجعة مكثفة، هيكون فيها بنك بنناقش فيها بنك أسئلة. الأول بندي محاضرة كده مجمعة نربط بيها المنهج كله مع بعضه وأذكركم بالمواضيع المهمة فيه، محاضرة واحدة كده أشرح فيها المنهج كله، وبعد كده نبدأ ندخل في الكويستشن بانك بقى ومناقشة بنك الأسئلة. تمام؟ حد بقى عنده أي استفسار أو أي حاجة مش واضحة بالنسبة للكلام اللي أنا قلته ده قبل ما ندخل في الشرح؟ في أي سؤال؟ نشرح بقى مع بعض، معانا نبدأ نتكلم في المنهج. زي ما قلت لكم تشابتر 1 اللي هنتكلم فيه النهارده هو الاساسيات بتاعه الكواليتي، يعني هنتكلم عن الهيستوري اوف كواليتي والديفينيشن اوف كواليتي والكي دايمنشن اوف كواليتي وكم توبكس كده هنتكلم عنهم في الكواليتي. احنا عايزين محتاجين ان احنا نعرف كده من البدايه ايه اول حاجه، عايزاكم تخلصوا النيه في مذاكره منهج الهيلث كير كواليتي او السي بي اتش كيو، ان هو يعني ايه زرق المخاطر او اللي هو ريسك بريفنشن عن اي بيشنت عامه،
انه احنا هدفنا من ان احنا بندرس الجوده علشان ان احنا ندي سيرفيس للبيشنت فري اوف ريسك او فري اوف ايرور او فري اوف ميستيك، او نحاول على قد ما نقدر ان احنا نقدم خدمه طبيه للمريض بدون اي هارم او اي ضرر يحصل للبيشنت اثناء تواجده في المستشفى. فاحنا هدفنا في تطبيق او الفاليو اوف كواليتي ان احنا نقدم سيرفيس ويز ريديوس ريسك وريديوس ذا كوست وبيتر بيشنت اوت كوم. انا هدفي اني اقدم خدمه طبيه للمريض اللي عندي في اقل ريديوس ريسك او اقل ريسك ممكن انه يحصل له كريسك، مثلا ريسك اوف فول، ان يقع ويحصل له اي فراكشر، او ريسك للهيلث كير اكوير انفكشن، اي انفكشن تجي له اثناء تواجده في المستشفى، او يعني اي ريسك ممكن يتعرض له البيشنت. والخدمه دي تكون ويز ريديوس ذا كوست وبيتر بيشنت اوت كم. البيشنت اوت كم لما يخرج من عندي يكون حالته الصحيه كويسه جدا. طيب الهيستوري فول سكير كواليتي عندي الـ من الكواليتي بايونير عندي ديمينج. ديمينج ويز كوليك شوارت، دول اتنين علماء قالوا ان احنا في تطبيق الكواليتي احنا محتاجين ان احنا نعمل كونتينوس كواليتي امبروفمنت، بمعنى ان انا عايز اعمل تحسين وتطوير مستمر. انا عايز اعمل تحسين مستمر، مش ان انا استنى اما تحصل عندي مشكله واروح اعمل لها تحسين او تطوير، لا انا عايز اصلا اعمل التطوير من قبل ما المشكله تحصل اصلا. فقال جه ديمينج وشوارت قالوا احنا هنعمل سايكل كده خاصه بالتطوير المستمر وسموها بي دي سي اي سايكل لديمينج وشيورت. قال انا هسميها بي دي اس اي، الاثنين زي بعض بالظبط. البي دي سي اي او البي دي اس اي استبدل السي بالاس، الاثنين زي بعض. هو بيقول لك في البي معناها بلان، ان انا احط الخطه، وفي الدي اللي هي دو يعني معناها اعمل امبلمنتيشن او اطبق الخطه دي على بايلوت تيست. معنى بايلوت تيست يعني على سمول سكيل، او هطبقها على قسم صغير عشان اشوف الخطه اللي انا بطبقها دي ممكن يحصل فيها اي فاريشن او اي مشاكل، فانا هحتاج ان انا اعدل عليها، فلازم ان اطبقها على قسم صغير اقدر ان انا اعمل كنترول يعني للفاريشن ده واعمل تعديل او احط ريكومنديشن عليه. بعد كده اعمل تشيك واشوف هل الجولز اللي انا حطيتها لنفسي اصلا انا ميت ولا نوت ميت. وتشيك اللي هي في شيورت قالها ستادي، هي ستادي برضو يعني ستادي ذا بروسيس، وشوف هل الجولز ميت ولا نوت ميت. لانه طبعا احنا قبل ما بنعمل اي تطوير بنحط لنفسنا الاول اهداف، بنحط لنفسنا جولز. انا حاطط لنفسي جول ان انا عايز اقلل الانفكشن ريت مثلا عندي، فانا حاطط من نسبه اقللها من نسبه كذا لكذا، حطيت لنفسي جول. بعدين هروح اعمل الامبروفمنت، وانا بعمل امبروفمنت بعمل تشيك عشان اشوف الجول اللي حطيته والهدف لنفسي ده ميت ولا نوت ميت. بعد كده اجي على اخر مرحله هي اكت، ومعنى كلمه اكت هنا يعني انا بعمل فول امبلمنتيشن اورجانيزيشن وايد امبلمنتيشن، يعني طبق لي بقى البروجكت بتاعك الامبروفمنت بروجكت ده بقى اللي هو نجح والجولز ميت ده، طبقه لي بقى على مستوى الاورجانيزيشن ككل بقى. يعني على سبيل المثال لما بنيجي مثلا عايزين نشفت من ملف ورقي لملف الكتروني، ده بالنسبه لي بيعتبر امبروفمنت، فانا هحط الخطه والبلان ان انا ازاي ان انا هبدا ان انا اطبقه واعمل اطبق البلان دي على سمول سكيل، يعني اجي على ديبارتمنت واحد واوريهم البنفيتس اللي انا هتعود علينا من تطبيق من استبدال الملفات الورقيه بالملف الملف الالكتروني، وازاي ان هو يعمل سيفنج للتايم والكوست وحاجات كتيره وفي بنفيتس كتيره، واوريها للناس وانا شغال. ممكن يحصل مثلا عندي مشاكل في السيستم، ممكن ان يكون في ريكويرمنتس اضافيه الفيزيشنز عايزينها ومش موجوده في السيستم، فاروح انا اعدلها مع الشركه. فانا في مرحله الدو هنا بشوف بقى ايه الحاجات اللي انا هعدلها، وبعد كده اعمل تشيك عشان اشوف الجولز ميت ولا نوت ميت، وبعد كده فول امبلمنتيشن اللي هي تمام. جه بقى برضو الهيلث كير كواليتي بايونيرز قالوا لك ان احنا اكتشفنا ان بنسبه 94% of the problem in business or system driven. وطبعا احنا من هنا بقى لازم واحنا بندرس كواليتي نغير، نعمل ايه سيستم ثينكينج كده ونغير فكرنا تماما على ان اي مشكله تحصل ما نقولش هو ديد ذات، خلاص هو ديد هو ننساها خالص. اي مشكله تحصل لازم ندور على السيستم ايرور، لان احنا متفقين ان بنسبه 94% من المشاكل بيكون سببها سيستم ايرور. يعني مثلا حصل مشكله وان البيشنت توك رونج ميديكيشن، المريض اخذ دواء بالغلط. طيب ما نجيش بقى في الاول يقول ايه مين اللي اداله الدواء غلط، لا انسى كلمه مين دي خالص، قول وات هابن، ايه اللي حصل بالظبط، ازاي البيشنت اخذ دواء غلط. عشان ايه؟ انا لما اسال واتس هابند وادور على السيستم ايرور، فبدور الاقي ان الممرضه اخطات وايه ديته مثلا
اديته ديبوفيت مثلا بدل ديكساميثازون، ولا اديته اي ادويه من اللي هي متشابهه في الشكل او متشابهه في النطق. فلما اجي ادور ابص الاقي ان كلمه ديبوفيت جنب ديكساميثازون الاثنين العلبه نفس الشركه ونفس الالفابيتيكال بادئين بحرف الدي ومحطوطين جنب بعض في الرف، فالممرضه اخطات وادت ده مكان ده. فهل هنا ينفع اجي اقول ده خطا ممرضه؟ لا، ده مش خطا ممرضه، ده سيستم ايرور، لانه انا عندي في السيستم مش عامل سيباريشن للازا ميديكيشن. ايه هي اللازا ميديكيشن؟ اللي هي لوك الايك اور ساوند الايك، الادويه المتشابهه في النطق او متشابهه في الشكل. انا لازم اعمل سيستم لان انا فاصلها، فبالتالي انا همنع الايرور ده. يبقى اذا بنسبه 94% من المشاكل بتكون ايه؟ سيستم ايرور. نسبة 6% بس اللي ممكن تبقى people driven، نتيجة ان حصل مثلا نيجليكنس او اهمال او حصل انه الشخص نفسه هو كيرلس او حاجة من الحاجات دي، لكن النسبة الاكبر بتكون للسيستم ايرور. اذا اي مشكلة تحصل انا بسأل ايه؟ what happened مش who did it. تمام، كل ده لسه هناخده وهنشرحه في المنهج يا جماعه. تمام، تاني واحد او تاني عالم عندنا هو جوزيف جوران. جوران ده بقى حط لك حاجه اسمها جوران تريولوجي، وقال لك انا عشان اعمل اي كواليتي مانجمنت او اداره للجوده او اعمل كونتينوس امبروفمنت انا لازم همر بثلاث مراحل اساسيه. المرحله الاولى هي مرحله التخطيط الكواليتي بلاننج، والمرحله الثانيه هي مرحله الكنترول او ان عيني تبقى على البروسيس عشان لو حصل فيها اي فاريشن اروح على المرحله الثالثه اللي هي الكواليتي امبروفمنت عشان اعمل انتنسيف اناليسيس او تحليل جذري للمشكله اللي حصلت دي واعرف ايه اسبابها وامنعها، وبعد ما امنعها ارجع تاني لمرحله الكنترول ان تبقى عيني على البروسيس. زي ما هنقولها هنا قال لك في مرحله الكواليتي بلاننج اللي هي التخطيط، عايزه اخطط لمنتج لانتاج منتج معين، هل اروح انتج المنتج وبعد كده انزله السوق واعمل له دعايه؟ قال لك لا، الفكر الجديد في الكواليتي ان انت تشوف الاول احتياجات السوق، الكاستمر اللي عندك، ايدنتيفاي هو ار ذا كاستمر، مين الكاستمر اللي عندك؟ انت الكاستمر اللي عندك بيشنت ولا شخص عايز يشتري موبايل ولا شخص عايز يشتري سلعه معينه؟ مين الكاستمر؟ طب الكاستمر ده عايز ايه بالظبط؟ ايه الريكويرمنتس واحتياجاته اللي عايزها في السلعه؟ يبقى ديترماين ذا نيدز اوف ذا كاستمر. بعد ما احدد النيدز واحتياجات الكاستمر ابدا بقى ترانسليت ذوس نيد انتو اور لانجوج، يعني اترجم احتياجه ده بقى للغتي انا في الجوده، ان انا ابدا احط خطه بناء على احتياجاته ازاي ان انا هنتج منتج يكون مطابق لاحتياجات العميل. ديفلوب ا برودكت، ابدا بقى ان انا احط البلان اللي انا هعمل بها ديفلوبمنت للبرودكت. طيب حطيت البلان وانا شغال في تطبيق البلان انا عيني على الكواليتي كنترول. تاني خطوه هي الكواليتي كنترول، يعني عيني على البروسيس، يعني البروسيس اندر ماي كنترول، عيني عليها ومتابعها، حصل اي اختلاف، حصل ان منتج طلع غير مطابق للمواصفات، حصل اي حاجه، فانا هنا شغال بانيشال اناليسيس او تحليل مبدئي كده عشان اتاكد ان البروسيس اندر كنترول. طب لو حصل عندي اي فاريشن ولقيت ان حصل مشكله ظهرت او ان المشكله ظهرت او المنتج اللي انا بنتجه حصل فيه اي اختلاف في خط الانتاج، انا هروح ادخل على ثالث مرحله وهي الكواليتي امبروفمنت. ففي الكواليتي امبروفمنت انا بعمل انتنسيف اناليسيس بقى تحليل جذري عشان اعرف اسباب المشكله اللي حصلت واحلها، فانا هنا بعمل اوبتمايزيشن للبروسيس بقى اللي حصل فيها فاريشن. تمام، مرحلة الكواليتي كنترول بعد كده ارجع لها تاني بعد ما اخلص الامبروفمنت، ارجع تاني للكنترول لانه انا بعد ما عملت الامبروفمنت وعالجت الفاريشن هتبقى برضو عيني على البروسيس طول الوقت عشان لو حصل اي فاريشن اروح للامبروفمنت. يبقى اذا مرحلة الكواليتي كنترول ممكن تشوفوها رقم 2، تشوفوها رقم 3، هي معايا اصلا مكملة. تمام، وده برضو هنشرحه تاني في جزء البرفورمانس امبروفمنت. من التعريفات للكواليتي جالك مثلا اللي هو فيليب كروسبي، قال انا في تعريف الكواليتي اللي هو زيرو ديفكت. زيرو ديفكت يعني هنتج منتج ويز زيرو ديفكت، يعني الكونفورمانس تو ريكويرمنت ديفكت بريفنشن، وانتج منتج يكون ايه نسبه الخطا فيه ايه زيرو ديفكت. ده من بعض التعريفات وكلها للقراءه فقط يا جماعه، ما فيش حد يمسك ويحفظ، احنا وبقولها لكم اهوت من اول محاضره معانا، ما فيش عندنا حاجه حفظ ابدا، احنا في الكواليتي فهم فقط، مفيش أي كلمة حفظ، وحطوها حلقة في ودانكم، مفيش حاجة حفظ، احنا بس بنفهم مع بعض. الإكسبريشنز والتعريفات والتعبيرات اللي هتمر علينا في الأول دي كلها هتتكرر معانا على المنهج، ومن كتر تكرارها لا إرادي هتحفظوها، لكن أنا حاليا مش طالبة حد يمسك ورقة ويقعد يحفظ، أنا طالبكم تفهموا فقط.
تمام. في برضو من الـ definitions of quality قال لك مثلا ديمينج قال لك meeting customer need, fitness for use, conformance to requirement, دي كلها من تعريفات الكواليتي او الـ definition of quality. الـ common بقى definition للكواليتي او التعريف الشائع تيجي تسأل اي حد تقول له يعني ايه كواليتي, هيقول لك doing the right thing from the first time, يعني اعمل الصح من البداية. ده التعريف الشائع للكواليتي, ان احنا لما بنطبق جودة فاحنا بنعمل الصح من البداية, او conformance to requirement, satisfying need of customer, freedom of deficiency, دي كلها بقى من ضمن تعريفات ايه الكواليتي. طيب في الهيلث كير كواليتي بقى وتطبيق الجوده في المنشات الطبيه, جت بقى منظمه اسمها الاي او ام اللي هي انستيتيوت اوف ميديسين, وقالت لك انا هعرف الكواليتي اوف كير ان هو ذا ديجري تو ويتش هيلث سيرفيس, يعني الدرجه اللي هنا الخدمه الطبيه المقدمه للانديفيدوال اند بوبيوليشن increase the likelihood of desired health outcome, هتزود او هتحسن ال patient outcome and are consistent with current professional knowledge. وانا عشان اقدم الخدمه الطبيه دي انا في عندي professional knowledge او الستاف اللي عندي هم حد ناس professional في تقديم الخدمه الطبيه دي. تمام, ده تعريف ال health care quality. برضو من تعريفات تانية جات الجي سي اي اللي هي الجوينت كوميشن, عرفت الكواليتي وقالت ايه the optimal achievement of therapeutic benefit and avoidance of risk and minimization of harm, يعني التطبيق الامثل للفايده الطبيه او therapeutic benefit, الفايده اللي هتعود علينا من العلاج او البروسيدور الطبي اللي اتعمل, و avoid risk للبيشنت, ده ان انا avoidance of risk و minimization of harm, واقلل اي harm او ضرر يحصل للبيشنت. degree of conformity with accepted principle, degree of attainment of acceptable outcome, يعني المهم كلها بتعريفات بتدور على ان انا اقدم health care service تكون free of harm او reduced risk with high patient outcome. تمام. طيب ايه البنفيتس بقى من تطبيق الهيلث كير كواليتي؟ ليه بنسعى لتطبيق الكواليتي؟ لما احقق الكواليتي فانا هزود الكاستمر ساتسفاكشن وديكريز الديساتسفاكشن وريديوسينج كوست اوف بور كواليتي. ريديوسينج كوست يعني انا لما هطبق كواليتي وهروح ان انا انشئ فريق واخد اعتماد واطبق معايير ويبقى عندي كوميتيز وكل شويه هنلتقي, ده ازاي هيقلل لك الكوست؟ ممكن سؤال حد يساله. ايوه, reducing cost of poor quality ازاي؟ ما هو انت لو انت شغال صح من البدايه وعندك ستاندرد اوف كير وماشي على ستاندرد بروسيدور, يبقى مش هيبقى عندك poor quality, مش هيجي يحصل مثلا مشكله شديده او كبيره جدا لبيشنت ويروح يرفع عليك قضيه تعويض بمبالغ كبيره قد كده. لا, انت بتحاول ان انت ايه reduce financial loss, وعلى قد ما تقدر انك تقلل اي financial loss ممكن يحصل لك من البور كواليتي. فانا شغال صح من البدايه زي ما تكون انت عندك بيت وما بنيتوش باساس سليم, فالتكاليف اللي هتصرفها عليه هتبقى اكتر بكتير من ان انت تنشئه اساس سليم من البدايه. لو جيت ان انت تعمل له تنكيس او تعمل له يعني تحاول, انت خلاص انشاته فمش عايز تهده وتبنيه من البدايه, قلت انا هحاول ان انا ايه اعمل له ايه انكسه او ان انا اظبطه من هنا ولا من هنا واحط عواميد هنا, دي التكاليف هتكون اعلى بكتير من ان انت تكون من البدايه عملت ايه الهاي كواليتي او عملت الصح من البدايه. increasing staff productivity, اللي staff productivity كمان وروحهم المعنوية بيزيد لما يحسوا انهم شغالين صح وان هم محققين الـ customer satisfaction. طيب تعالوا نتكلم عن الـ key dimensions of quality of care اللي هي الاتجاهات الأساسية لأي سيرفيس أنا بقدمها عشان تبقى under umbrella of quality, ليها إيه dimensions كده. زي ما أقول إن السيرفيس اللي أقدمها لازم تكون appropriate أو إن هي appropriate to individual need. يعني إيه appropriateness؟ appropriateness يعني معناها أنا بقدم خدمة تكون متوافقه مع الانديفيدوال كلينيكال نيدز, يعني البيشنت الحاله الطبيه اللي عنده محتاج ايه بالظبط, فانا بديله الخدمه او السيرفيس بناء على الانديفيدوال نيد, ولا ان انا بعمل اوفر يوتيلايزيشن للريسورسز وانا بقى عايز استغله واقعد اعمل له تحاليل وحاجات ملهاش لازمه واقعد اعمل له اشعات وحاجات ملهاش لازمه واحتياجه الطبي او حالته الكلينيكال ستيتس ما بت يعني مش محتاجه الحاجات الاوفر دي. لا, انا مش عايزه اعمل اوفر يوتيلايزيشن خالص, انا عايزه اقدم السيرفيس تكون appropriate to individual need. لازم اقدم الخدمه بناء على احتياج المريض محتاج ايه بالظبط, اعمل له اللي هو محتاجه بناء على حالته الطبيه.
هو محتاج مثلا المريض جاي لي عشان يعمل عملية مرارة، خلاص انا بروح ادخله على البروسيدور والخطوات عشان يعمل عملية المرارة، ما اروحش انا ادخله في قصص تانية. لا ده انت عندك الاسنان فيها مشكلة، تعال نخش للاسنان، طب ده ايه ده انت عندك القولون فيه مشكلة، تعالى نعمل حاجة تانية. لا انا بقدم السيرفيس بناء على احتياجات البيشنت، الابروبريتنس اوف كير، الافيلابيليتي ان هي الاكسسبيليتي، او ان السيرفيس اللي عندك تكون ايزي تو بي اكسسبل وسهل انه البيشنت يحصل عليها. الكومبيتنسي، الكومبيتنسي احنا قلنا اصلا في اساس او من تعريف الكواليتي انا بقدم خدمه تديني جود اوت كوم، ويكونوا البراكتيشنر اللي عندي او الفيزيشن يكونوا ناس بروفيشنال، فلازم اتاكد من ان البراكتيشنر اللي عندي have the ability to achieve desired clinical outcome and the patient satisfaction. أدين إنهم يقدموا خدمة يحققوا بيها رضا الـ المريض الـ patient satisfaction، ويكون الـ clinical outcome برضو يكون positive. طيب الـ continuity، إن الـ service اللي أنا بقدمها دي تكون continuous حتى after discharge، حتى بعد خروج الـ patient من المستشفى بيكون في continuity للـ care وتواصل معاه للإطمئنان على حالته، أو إن إحنا نعمل له scheduling للـ visit أو الزيارات الـ follow up visit. طيب الـ effectiveness والـ efficacy والـ efficiency، الثلاثة بقى اللي بيلخبطوا الناس، الافكتيفنس والافيكاسي والثالثه بتاعتهم اللي هي الافيشنسي، دي الثلاثه معناها ان الخدمه دي تكون فعاله، او لو شفنا الترجمه بتاعتها هيقول لك فعاليه الخدمه الافكتيفنس. طب ايه الفرق ما بين الثلاثه، وامتى اختار افكتيفنس وافيكاسي وافيشنسي؟ الافكتيفنس ده الفعاليه بتاعه الخدمه الطبيه بتكون عمليه على ارض الواقع، ذا ديجري تو ويتش كير اتشيف ديزايرد اوت كوم، يعني انا قدمت خدمه طبيه عمليه على ارض الواقع وحصلت من خلالها على اوت كوم، على ديزايرد اوت كوم، حصلت من خلالها على اوت كوم طبي. المريض اللي عندي ده لما كان داخل كان بيشتكي من الم، فانا عملت له بروسيدور معينه او اديته ميديكيشن معينه، فعملت كنترول للبين، فهنا البين ريليف ده او ما فيش عنده خلاص الم وحالته الصحيه اتحسنت، فانا حصلت على ديزايرد اوت كام، يبقى اذا الخدمه اللي انا قدمتها دي كانت افكتيف. تمام. طيب الافكاسي، الافكاسي بقى لما اكون انا بتكلم على خدمه او على نظريا انا اقدر اقدم خدمه معينه، بتكلم على الكاباسيتي او الكابابيلتي اوف كير، يعني انا عندي الكابابيلتي او المقدره على تقديم خدمه طبيه معينه عشان احصل على desired outcome ولا لا. زي ما اتكلم واقول ان انا عندي مثلا غرفه عمليات، وغرفه العمليات دي مجهزه لاجراء العمليات الجراحيه، وعندي ستاف وعندي الديسبوزابل وكل الانسترومنتس اللي ممكن تساعدني، فكده انا قادر على ان انا اقدم efficacy او for service، او ان الخدمه اقدمها تكون efficacy لانه انا عندي الكابابيلتي for doing the service، انا عندي الكابابيلتي. طيب الافكاسي دي بتمر علينا في الاسئله ازاي؟ ان يقول لك هاو ميني، لما تشوف كلمه هاو ميني دي برضو بيتكلم على الكاباسيتي، يبقى هنا بيتكلم على الافكاسي. اما يقول لك هاو ميني مثلا بيبول put influenza after giving flu vaccine، يعني انا اديت للناس تطعيم الانفلونزا وبعد كده بشوف هاو ميني بيبول او كم عدد الناس اللي هيصابوا بالانفلونزا بعد ما انا اديتهم التطعيم دوت، فانا كده بشوف الافكاسي للسيرفيس اللي انا عملتها دي، يبقى افكاسي هاو ميني او الكاباسيتي او الكابابيلتي اوف دوينج كير. تمام. طب تالت واحده، تالت واحده ايه؟ تالت واحده هي الافشنسي، وافشنسي هنا بقى انا بتكلم على الريسورسز، يعني انا قدمت سيرفيس والسيرفيس دي ولا انا عملت اوفر يوتيلايزيشن للريسورس ولا اندر يوتيلايزيشن للريسورس، يعني عملت اوبتيمال يوز للريسورس، اوبتيمم يوتيلايزيشن اوف ريسورس، الموارد اللي عندي والتحاليل والاشعه والادويه وكل الحاجات دي اللي بسميها كريسورسز انا عملت اوبتيمال يوتيلايزيشن، ولا انا جيت مسكت المريض بقى واشتغلت شويه تحاليل زياده والجايد لاين ما بتقولش عليها، ولا انه مثلا البيشنت دوت مثلا طفل وانا المفروض اديله تطعيمات ضروريه جدا وانا جيت ما اديتهالوش، كون ان انا ما اديتهالوش فانا عملت كده اندر يوتيلايزيشن للريسورس، لان دي حاجه ضروريه واساسيه ان احنا نديها له وما نعملهاش. لو جيت انا بقى عملت تحاليل زياده والجايد لاين ما بتنصش عليها، كده عملت حاجات وزاوت انديفيدوال نيد، فكده عملت اوفر يوتيلايزيشن للريسورس. يبقى اما اقدم خدمه وذ اوبتيمال يوتيلايزيشن للريسورس واستخدم الموارد الاستخدام الامثل، فانا كده اقول ان قدمت ايه؟ افشنسي اوف كير.
يبقى التلاتة بقى ما بينهم وبين بعض نفرق ازاي؟ ان الافيكاسي اكون انا بتكلم على الكباسيتي، الافيكاسي بتكلم على الكباسيتي، الافكتيفنس يبقى حصلت على كلينيكال اوت كام على ارض الواقع، طب افيشنسي بتكلم على الريسورس واوبتيمال يوتيلايزيشن للريسورس. التلاتة دول عشان بيلخبطوا الناس. طب البريفنشن، البريفنشن بقى انه انا البيشنت اللي عندي دوت داخل المستشفى انا عايزه اعمل بريفنشن فور هارم، او ان انا امنع اي ضرر يحصل للبيشنت اثناء تواجده في المستشفى وهو بيتلقى اي خدمه طبيه. ذا ديجري تو ويتش كير بروموت هيلث اند بريفنت ديزيز. مش المريض وهو داخل عندي المستشفى يجي له بقى اي هيلث كير اكوارد انفكشن، زي مثلا يحصل له ميرسا، كلوستريديوم ديفيسيل، يحصل له اي انفكشن. طب ريسبكت اند كيرنج، طبعا البيشنت ده لازم ان احنا نحترمه ونحترم خصوصيته ونحترم تواجده ومشاركته في خطه العلاج، ويبقى عارف ايه اللي بيتم بالظبط، مش مجرد واخدينه من ايده بندخله من قسم لقسم وهو مش عارف هو عنده ايه اصلا. لا، لازم نبقى نتعامل مع البيشنت ويز ريسبكت ونحقق له البيشنت ايه اكسبكتيشن او اللي هو الساتسفاكشن. تمام. عندي السيفتي، والسيفتي دي بقى خلي بالكم ان هي بتطبق بقى هنا، السيفتي مش على السيرفيس اللي بقدمها للبيشنت بس، لا السيفتي دي بتطبق على كل الناس الموجودين عندي في الهيلث كير اورجانيزيشن، على البيشنت وعلى الفيزيتور وعلى الستاف كمان. يعني السيفتي ده هي اللي بتطبق على الكل، الخدمه اللي انا بقدمها لازم تكون سيف للبيشنت والفيزيتور والستاف. طب هتقولوا لي ازاي؟ طب سيف للبيشنت وعارفينها، ان نمنع البيشنت مثلا من ان يبقى يحصل فول او يحصل له اي انفكشن او يحصل له اي هارم عامه. طب الفيزيتور والستاف، ان احنا بالنسبه للفيزيتور برضو لو في عندك ويتد فلور موجود، مش ممكن اي حد من الفيزيتور وهو ماشي يتزحلق ويقع؟ ما هو كده انا هطبق السيفتي، فانا همنع اي هارم يحصل على الفيزيتور. كمان لو حصل مثلا ان في اي احتماليه لكهرباء مثلا، سلوك عريانه، اي حاجه من الحاجات دي، لا برضو انا هطبق سيفتي، يبقى انا همنع كل الحاجات اللي ممكن تؤدي لهارم للفيزيتور او الستاف. الستاف برضو لما انا ازود الهاند هايجين كومبلاينس لكل الهيلث كير وركر، فانا برضو بحمي الستاف من اي انفكشن تحصل نتيجه اللي هم موجودين في المستشفى. يعني مثلا طبيب كان بيكشف على بيشنت وبعدين ما عملش ما التزمش بالهاند هايجين وما عملش ما عقمش ايده بعد بيفور اند افتر تاتشنج ذا بيشنت، ونقل انفكشن لواحد زميله او لحد من الاداره ولا اي حاجه، ده برضو احنا هنا بنطبق السيفتي عشان نمنع الهارم لكل الستاف. تمام. التايم لاين، طبعا الخدمه لو ما قدمتش في الوقت المناسب مش هيكون ليها اي افكت، لازم ان هي تايم لاينز وتايملي ان السيرفيس تقدم للبيشنت في النيسيسري تايم. تمام. دي كده الكي دايمنشن اوف كواليتي اوف كير. عندي بقى حاجه تانيه اسمها الاسبكتس اوف كواليتي اوف كير، او الاتجاهات الاساسيه للكواليتي اوف كير او جوده الخدمه الطبيه. في ثلاث اتجاهات وبنختصرهم في ماب. ميجرابل، يعني الخدمه الطبيه دي انا هقدر ان انا اقيسها، كان بي ميجر، هقدر ان انا اقيسها، ان انا اروح مثلا اشوف الجايد لاين واشوف الخدمه اللي انا بقدمها دي مطابقه مع الخطوات اللي في الجايد لاين اللي هو البروتوكول العلاجي ولا لا. ممكن ان انا اقيسها من خلال ان انا اشوف البوليسي والبروسيدجرز اللي عندي والستاندرد بروسيدجر دي، هل هي دي اللي مطبقه ولا لا. ابريشيتيف وابريشيتيف هنا بتكون، وهي ميجرابل دي دايما بتكون من وجهه نظر اخصائي الجوده، ان يعرف اخصائي الجوده يحب دايما الميجرمنت او القياس ان يعرف يقيس الخدمه اللي قدمت دي. وابريشيتيف بقى هنا من وجهه نظر بقى البير ريفيو، بقى ان احنا في الابريشيتيف ان احنا نطمن ونتاكد ان الخدمات اللي قدمت للبيشنت دي اروح اعمل لها بير ريفيو علشان نطمن على البروسيدجرز اللي اتعملت دي كانت صح ولا لا. معنى بير ريفيو ايه؟ يعني نظير، اجيب نظير للطبيب ده، حد في نفس تخصصه، ويجي يراجع كده على البروسيدجرز اللي تمت في جراحه معينه او خطوات علاج معينه، وهل البروسيدجر ديت متوافقه مع الكلينيكال جايد لاين وحاله البيشنت ولا لا. فاحنا بنعمل البير ريفيو ده عشان نتاكد من الكومبتنسي وكفاءه البراكتيشنر اللي عندنا في الهيلث كير. تالت حاجه بقى ان هي تكون بيرسبتيف، ومعنى بيرسبتيف دي يعني تكون ساتسفايد للبيشنت، يعني البيشنت اللي عندي ده يكون ساتسفايد بالخدمه المقدمه. دي الثري اسبيكت اوف كواليتي اوف كير، ميجرابل، ابريشيتيف، وبيرسبتيف. تمام، مفهوم يا جماعه الشرح؟ واضح؟
الكونسبت اوف فاليو مش مهم يعني، خدوه بس ايه، مجرد اقراوا التو سلايدز دولت او 3 سلايدز دول، مجرد قراءة بس ما هماش مهمين. المهم عندنا بقى هنتكلم على الكواليتي مانجمنت او اللي هي إدارة الجودة. يعني ايه كواليتي مانجمنت؟ احنا عمالين نقول كواليتي كواليتي، طب ازاي ان انا اعمل لها إدارة او كواليتي مانجمنت؟ الكواليتي مانجمنت دي معناها بقى ان انا هحط بلاند وسيستماتيك اورجانيزيشن وايد ابروتش. انا هحط ابروتش او سيستم عندي انا همشي عليه، والسيستم ده هيكون فيه تخطيط سليم بلاننج، ويكون سيستماتيك ويكون اورجانيزيشن وايد، يعني هيطبق على مستوى الاورجانيزيشن ككل. ان انا اجمع الداتا واعمل لها اناليز واعمل امبروفمنت للاقسام او للبروسيس اللي محتاجه اعمل لها بيرفورمانس امبروفمنت. وطبعا انا شغال كونتينوس امبروفمنت، كونتينوس performance improvement. احنا في الكواليتي مانجمنت اداره الجوده احنا بنعمل تطوير اداء مستمر، اللي بنقول عليه continuous performance improvement، يعني تطوير مستمر لكل البروسيس اللي عندي في الاورجانيزيشن. تمام تمام ده معنى الكواليتي مانجمنت. طب عشان اطبق التوتال كواليتي مانجمنت انا هشتغل ازاي؟ اول حاجه هركز انه انا شغال continuous improvement، يعني شغال تطوير مستمر في كل البروسيس وعلى مستوى كل الاقسام. صحيح انا بعمل prioritization لاني مش هعرف ان انا اول ما اروح كده اشتغل على التطوير مش هعرف ان انا اروح اطور كل الاقسام وكل البروسيس مره واحده، لا انا هعمل prioritization وتحديد اولويه البروسيس اللي محتاجه تطوير وهكذا، واللي بعدها واللي بعدها. لكن انا هيبقى المين كونسبت عندي هو continuous improvement، وبالتالي كواليتي امبروفمنت. والفوكس عندي على مين؟ على الكاستمر، تركيزي وهدفي كله على الكاستمر الانترنال والاكسترنال، وهنعرف دلوقتي الفرق ما بينهم. وطبعا لازم اعمل انفولفمنت لاول امبلويز، كل الستاف اللي عندي في الاورجانيزيشن لازم يبقوا انفولفد معايا، لان هم اللي هيشاركوا اصلا في عمليه التطوير. مفيش حاجه اسمها ان انا ككواليتي بروفيشنال انا هروح اعمل لكم تطوير، لا انا بالنسبه لكم انا حد هيساعدكم في التطوير، انما انتوا يا جماعه لو هتطوروا بنفسكم اقسامكم لازم تكونوا انفولفد معايا. يبقى ولازم طبعا accurate evaluation، ومرحلة الايفالويشن والتقييم دي مهمة جدا، لأنه هي دي اللي أنا بركز إن أنا evaluation، يعني بقيم هل الجولز اللي أنا حطيتها دي مت ولا not مت، الأهداف اللي أنا حطيتها لنفسي علشان أعمل improvement واسعى ليها هل أنا حققتها ولا محققتهاش. وبعد مرحلة الإيفالويشن دايما في مرحلة اللي هي اسمها مونيتورينج، ومرحلة المونيتورينج دي معناها المتابعة، اللي هو بعد ما حضرتك عملت الإمبروفمنت وفرحت بيه، لو أنت سبته وما تابعتوش ممكن يحصل إن يتراجع تاني ونرجع لنقطة الصفر. فعشان ما يتراجعش لازم نخلي بالنا من مرحلة المونيتورينج، إن يبقى عينينا على الإمبروفمنت دوت وباستمرار متأكدين إن البروسيس شغالة بناء على الإمبروفمنت اللي إحنا عملناه. طيب احنا عشان نطبق continuous quality improvement ايه اللي احنا محتاجينه؟ اول واهم حاجة في خدوها بقى من دلوقتي قاعدة، اول واهم حاجة في اي quality initiative او اي مبادرات في الجودة هي ال leadership commitment. ال leadership commitment ليه؟ مين هم ال leadership commitment او مين ال leaders؟ ال leaders هم رؤساء الاقسام كلهم بما فيهم مدير المستشفى، ال governing body صاحب المنشأة او مدير المستشفى، ومعاه ال CEO وال chief officer اللي هو المدير الطبي، التشيف ميديكال اوفيسر، والسي او، وكل بقى رؤساء الاقسام اللي عندي في الاورجنايزيشن، كل الديبارتمنت هيدز او هم كل رؤساء الاقسام لازم يكونوا كوميتد للكواليتي انيشيتيف، او يكونوا مشجعين. ومعنى الكوميتمنت ده ايه؟ ان هم يكونوا مشجعين للانيشيتيف دي ويكونوا انفولفد معايا ويمدوني كمان بالريسورس، علشان ما فيش حد يجي يفكر انه معنى ان الليدر شيب كوميتمنت انه بس هيعمل يمديني بالريسورسز بس، لا الليدر شيب كوميتمنت مش معناه انه بس يمديني بالريسورس، الليدر شيب كوميتمنت انه هيوفر لي ريسورس وهيكونوا انفولفد معايا ومشاركين وهيعملوا سبورت لكل الاورجنايزيشن ستاف ان هم يشاركوا في اعمال الجو. فاول واهم حاجه في الكونتينوس كواليتي امبروفمنت هو الليدر شيب كوميتمنت. ليه بقى؟
زي ما قلت لكم الليدرز هم اللي هيشجعوا الناس وهيكونوا انفولفد معايا. وحاجه مهمه جدا ان الليدرز دول هم اللي هيحطوا لي اصلا الاستراتيجي جول، اهداف الاستراتيجيه اللي احنا هنمشي عليها بعد كده، واي خطه هنمشي عليها او هنحطها لازم الخطه دي تكون متوافقه مع اهدافنا الاستراتيجيه. طب مين اللي هيحط اصلا اهدافنا الاستراتيجيه دول؟ هم الليدرز اللي هم اللي هيحطوا لي الفيجن والميشن والفاليوز، الرؤيه والرساله والهدف والاهداف الاستراتيجيه والحاجات دي كلها مين اللي هيحطها؟ هم الليدرز. طبعا انا هشتغل على continuous performance improvement وهركز على ايه، الفوكس عندي هيكون هو الكاستمر. تمام. طب تعالوا كده نقارن ما بين، احنا بنتكلم دلوقتي في التوتال كواليتي مانجمنت، طب زمان كانوا الناس شغاله ازاي؟ هنقارن بقى ما بين الجوده قديما اللي هي الكواليتي اشورنس والجوده حديثا اللي هي التوتال كواليتي مانجمنت. قال لك قديما كانت الاكتيفيتيز بيزد اون اورجانيزيشن ستراكشر، او يعني اي انشطه بنعملها او اي تطوير كنا بنركز على شكل المنشاه، تعالى نغير الشكل، تعالى ندهن، طب نغير الواجهات، الحاجات اللي زي كده. كان اي اكتيفيتيز او انشطه او اي امبروفمنت بنعمله بيبقى ديبارتمنتال، يعني كل قسم منفصل لوحده. لما اجي عايز اعمل امبروفمنت في قسم المختبر خلاص انا هشكل فريق من قسم المختبر فقط وهم اللي هشتغل عليهم امبروفمنت، ده ديبارتمنتال. كان احنا بناخد اي اكشن لما يحصل مشكله، يعني ما كانش عندي كونتينوس امبروفمنت، لا انا كنت تيكنج اكشن، باخد اكشن وابدا ان انا احلل المشكله اللي حصلت واحلها لو حصل عندي مشكله، لو في بروبلم ايدنتيفاي، اما ما فيش مشكله ظهرت انا مش هعمل اي حاجه. كان اي اخطاء تحصل على طول نقول مين اللي عملها، فكنا بننسب اي ايرور للانديفيدوال بيرفورمانس، وكنا بنركز على البيشنت والكير جيفرز بس، يعني كنا نركز على الفيزيشن الطبيب والمريض. لا دلوقتي، لا ده دلوقتي بقى بنركز على حاجات تانية. دلوقتي في التوتال كواليتي بنقول ان اكتيفيتيز اي او اي انشطه بنعملها بتكون كروس ديبارتمنتال تو بيشنت اكوردنج تو بيشنت فلو، يعني اي الاقسام كلها مرتبطه مع بعضها في رعايه المريض. اذا لما تيجي تعمل اي امبروفمنت هتشكل مالتي ديسبلينري تيم، يعني فريق متعدد التخصصات. الفريق اللي انت هتشكله عشان حل مشكله مثلا في المختبر هيبقى عندك ممثل من المختبر وممثل من الاشعه وممثل من النيرسينج ومن الفيزيشن ومن كل الاقسام لازم يكونوا مشاركين معاك في الفريق ده. اي امبروفمنت بنعمله بيكون بيشمل الكلينيكال والنون كلينيكال سيرفيس، يعني مش بنبص بس على الاستراكشر الخارجي ولا على الحاجات الكلينيكال بس، لا بنبص على كل حاجه، بنبص على الهاوس كيبنج، بنبص على الباركينج، فكل الكلينيكال والنون كلينيكال سيرفيس انا بركز عليه. انا شغال كونتينوس امبروفمنت، مش بس استنى لما تحصل مشكله، لا انا شغال تطوير مستمر من قبل ما تحصل المشكله. اي ايرور بتحصل بتكون ديو تو سيستم فيلير مش ديو تو انديفيدوال، ويعتبر ده هو المين ديفرنس اللي بيجي عليه اسئله، ان المين ديفرنس ما بين الكواليتي اشورنس والتوتال كواليتي مانجمنت ان زمان ان شفتوا الفوكس من الانديفيدوال بيرفورمانس للايرور سيستم للسيستم ايرور، يعني شفتوا الايرور ديو تو انديفيدوال شفتوه وقال لك ان اي ايرور ديو تو سيستم فيلير، والفوكس او تركيزنا على البيشنت كير بروسيس والبيشنت كير اوت كوم كمان. تمام، ده المين ديفرنس ما بين التي كيو ام والكواليتي اشورنس. جه هنا قال لك ايه في كتاب جانيت جات بقى ايه، قالت لك انا هقول لك ال 10 بيزك برنسبل او الحاجات العشره الاساسيين لتطبيق التوتال كواليتي مانجمنت، وتعتبر يعني ان احنا قلناها من ضمن الشرح فتعتبر للقراءه بس، ان الورك او البروسيس بتاعتنا تكون برودكتيف، حاجه فيها انتاجيه، هيبقى تركيزي على الكاستمر ساوند او اللي هو الفوكس على الكاستمر، اي بروبلم بتحصل عندي بتكون ديو تو سيستم ايرور والبروسيس نفسها مش الانديفيدوال، وان البور كواليتي طبعا بتكلفني كتير وكوستلي، وبركز على improving الكواليتي و improving البروسيس كلها، وهركز على الفايتال بروسيس، طبعا هعمل prioritization للبروسيس اللي عندي، الامبلويز لازم يكونوا involved معايا، هي improvement لازم organization وايد ويكون على مستوى الاورجنايزيشن ككل، وزي ما قال جيروم تريولوجي ان عندي الكواليتي مانجمنت سايكل بالكواليتي بلاننج كواليتي كنترول وكواليتي امبروفمنت، يعني بس كده قراءه لان هي معادله. طيب البي دي سي اي والبي دي اس اي سايكل اللي قلنا عليهم
وهناخدهم بالتفصيل في الكونتينوس كواليتي امبروفمنت اللي هو في البرفورمانس امبروفمنت. بس هنا مجرد سلايد كده ايه بنتكلم عليها كفكره عامه، ان البي دي سي اي سايكل دي عباره عن تول بستخدمها عشان اعمل كونتينوس كواليتي امبروفمنت، وطبعا انا فوكس عندي على الكاستمر واحتياجاته وتوقعاته. وانا بعمل كونتينوس كواليتي امبروفمنت للبي دي سي اي بسال بعض الاسئله: How are we doing? Can we do it better? يعني احنا شغالين ازاي؟ اوصف لي كده البروسيس اللي احنا شغالين عليها وارسمها لي كده على فلو شارت. طب احنا ممكن نحسن من البروسيس اللي عندنا دي ونطورها، طب نشوف الريسورسز اللي عندي اللي ممكن استغلها، طب ايه الريسورسز الزياده اللي انا محتاجها، وهكذا. قلت لكم من شويه احنا تركزنا على الكاستمر فوكس. انا عندي نوعين من الكاستمر، عندي انترنال كاستمر واكسترنال كاستمر. مين الانترنال ومين الاكسترنال؟ الانترنال كاستمر دول اللي هم الناس اللي موجودين عندي داخل الاورجنايزيشن، من اول الجوفرنينج بودي اللي هو صاحب المنشاه لحد اقل عامل، كل دول ناس موجوده وبتشتغل عندي داخل الاورجنايزيشن، فدول هم الانترنال كاستمر. الاكسترنال كاستمر بقى اللي هم العملاء اللي اي حد من خارج الاورجنايزيشن، زي البيشنت والفاميلي وشركات التامير اللي هم البايرز والبروفايدرز اللي بيجيبوا لي الادويه والموردين، او اي حد من خارج الاورجنايزيشن بيبقى اسمه اكسترنال كاستمر. احنا هدفنا الكاستمر ساتسفاكشن، والكاستمر ساتسفاكشن لازم يبدا من الانترنال كاستمر، لان الموظفين اللي عندي دول الانترنال كاستمر لو هم ساتسفايد هيقدروا يقدموا ساتسفايد سيرفيس للاكسترنال كاستمر. تمام؟ اهو ده كده انواع الكاستمر، الانترنال زي اول ستاف وميديكال ونون ميديكال، واكسترنال البيشنت والفاميلي واي حد من خارج الهيلث كير اورجانيزيشن. طبعا تركيزنا كله في الكواليتي هو الكاستمر فوكس، الكاستمر فوكس. تمام؟ طيب تعالوا كده نفرق مع بعض كده ما بين السيرفيس والبرودكت. الهيلث كير سيرفيس وبرودكت زي مثلا قلم او جوال او اي حاجه ملموسه، اكيد طبعا في فرق ما بينهم. هي الهيلث كير سيرفيس دي اقدر ان انا اعمل لها انفنتوري، او اقدر ان انا اعمل لها ريسولد، او اقدر ان انا اعمل لها سيفنج او احفظها. لا، الخدمه الطبيه مجرد ما انا اديتها للبيشنت فهي خلاص بريشبل، يعني فانيه، خلاص الخدمه اللي انا اديتها بريشبل خلاص انتهت. وكمان ان هي الخدمه الخدمه اللي انا قدمتها دي انتنجبل، انتنجبل يعني حاجه غير ملموسه وغير محسوسه، عكس البرودكت. البرودكت زي جوال او زي حاجه انت ماسكها في ايدك بيبقى تنجبل، تقدر تمسكها ونوتسبل، وكان بي سيفد وكان بي ريسولد وكان بي انفنتورد، على عكس ايه السيرفيس. السيرفيس انتنجبل وكانت بي ايه ميجرد، او اللي هو سيفد او انفنتوري. تمام؟ ده الفرق ما بين السيرفيس والبرودكت. طيب تعالوا بقى، هنا عندي دونيبيديان موديل. الدونيبيديان موديل او دونيبيديان دياجرام ده قال لك انا عندي هنا انديكيتور او مؤشرات لقياس ادائي. ما احنا اتفقنا ان احنا لو عايزين نعمل اي امبروفمنت انا هحط لنفسي هدف. طب انت حطيت الهدف ده بناء على ايه؟ بناء على ان انت قست الاداء بتاعك الحالي. يعني انا مثلا قست الهاند هايجين كومبلاينس ولقيت انه الكومبلاينس عندي ونسبه الالتزام 50%، يبقى انا عملت له ميجر، قسته. وبعد ما قسته انا بعد كده حطيت لنفسي جول ان عايزه ازوده من 50% ل 90% ولا 80%. فاذا لازم في عندي مؤشرات للاداء او حاجه ان هي بتدلني على ادائي. فهي المؤشرات الاداء دي اللي هي الكي بي ايز دي سميناها انديكيتور. والانديكيتورز دي بقى في منها ثلاث انواع، في ستراكشر انديكيتور وبروسيس انديكيتور واوتكم انديكيتور. وقال لك ان الثلاثه انديكيتور دول هم العلاقه ما بينهم كوزالي ريليتد، يعني هم كل العلاقه ما بينهم سببيه. بمعنى ان الاستراكشر ده اللي هو الاستاف والاكويبمنت والسبلايز والحاجات اللي هي المقومات والعوامل الاساسيه اللي بتؤهلني عشان اادي خدمه طبيه اللي هي اسمها بروسيس. يبقى الاستراكشر از ذا كوز اوف بروسيس، هو من غير الاستراكشر مش هقدر اعمل البروسيس. البروسيس بقى اي دوينج اكشن، اي اكشن انا هعمله، هعالج المريض، هعمل انفستيجيشن، هاخد بلود سامبل، هعمل هاوس كيبنج، هعمل كومبلاينس الباس واي، همشي على خطوات معينه، الفيزيشن اوردر، اي دوينج اكشن فهو بيعتبر بروسيس.
البروسيس هي السبب اللي هتديني النت ريزلت او النتيجه النهائيه اللي هي بسميها اوت كام. يبقى اوت كام دي النتيجه النهائيه اللي انا هحصل عليها نتيجه عمل البروسيس دي، ان البيشنت يكون ساتسفايد او ديس ساتسفايد، ان يحصل بيشنت ديس او بيشنت او موربيديتي ريت او مورتاليتي ريت او اي اوت كام بقى يحصل للبيشنت فدوت، او اوت كام نحصل عليه عامه، ده بيعتبر الاوت كام انديكيتور. يبقى العلاقه ما بينهم كوزالي ريليتد. الاستراكشر المقومات الاساسيه زي ممكن الوركينج اور، ساعات الشغل، الستاف اللي عندي، الماشين، المبنى نفسه، البروسيس، الاكشن اللي انا هعمله، الكومبلاينس، كومبلاينس تو بروسيدجر او المدى التزامي بتطبيق خطوات معينه بيبقى بروسيس، تايم تيكن اي وقت انا باخده عشان اعمل اي بروسيس بيعتبر بروسيس، الاوت كام بقى اي ريت زي المورتاليتي ريت، الموربيديتي ريت، البيشنت ساتسفاكشن، بيشنت ديس ساتسفاكشن، النمبر مثلا او اي نمبر بيعتبر برضو اوت كام، النمبر اوف بيشنت او نمبر اوف ديسشارج بيشنت برضو اوت كام، الكومبلاينس ريت او اي ريت بيعتبر اوت كام. تمام، اهوت الايه الدونيبيديان كوزالي ريليتد، امثله الاستراكشر وامثله البروسيس وامثله الاوت كوم. هنتكلم على التوبيك اللي بعد كده اللي هو انتجريتد ديليفري سيستم. ومعنى كلمه انتجريشن يعني معناها ربط، معنى انتجريشن يعني ربط. والهدف الاساسي من انتجريتد ديليفري سيستم ان انا اقلل الاوفر يوتيلايزيشن او اللي هو الدوبليكيشن للايفورت، ان انا ما اعملش الحاجه مرتين او السيرفيس ما اعملهاش مرتين. يعني ايه انتجريشن؟ يعني مثلا مريض جه كشف عندي وعمل شويه انفستيجيشن وتحاليل وبعدين هو ما عجبوش مثلا او ما اقتنعش بكلام الطبيب فهيروح مكان تاني عشان يكشف فيه، فالمكان التاني ده هو ما عندوش معلومات عن ايه الانفستيجيشن اللي انت عملتها فهيضطر ان هو يعيد له تاني التحاليل. ده كده اسمها دوبليكيشن اوف ايفورت. انا عايز امنع الدوبليكيشن ده، ان انا هعمل ايه؟ هعمل انتجريشن، اني اربط بقى السيستم ببعضه. فالانتجريشن ده انا عندي نوعين، عندي هوريزونتال انتجريشن وفيرتيكال انتجريشن. الهوريزونتال انتجريشن لو انا عملت انتجريشن ما بين جروبز او اورجانيزيشن وكلهم بروفايد ا سيميلر ليفل اوف كير، هم كلهم بيقدموا نفس الخدمات، يعني زي المالتي هوسبيتال سيستم، انا مستشفى وعندي كل الخدمات ورحت عملت انتجريشن بيني وبين مستشفى ثانيه هو برضو عنده نفس الخدمات اللي عندي بالظبط، ما فيش حاجه عنده زياده ولا انا عندي زياده، هو احنا الاثنين نفس الخدمات بنقدمها بس عملنا ما بيننا انتجريشن علشان المريض ما يحتاجش ان هو يعمل ايه الدوبليكيشن للانفستيجيشن، فبالتالي هعمل كوست ريدكشن. طيب لو انا بقى في خدمة معينة مش موجودة عندي وعايز أروح أتعاقد مع مستشفى معينة أو مع مركز أشعة عشان يقدمني مثلا السي تي سكان، فأنا هروح أعمل انتجريشن بيني وبينه بس السيرفيس اللي عنده هي مش موجودة عندي، يبقى هنا ديفرنت ستيج أوف سيرفيس، يبقى إذا ده اسمه فيرتيكال انتجريشن. فيرتيكال انتجريشن لما أروح أنا أعمل انتجريشن، أنا مثلا مستوصف صغير وما عنديش سي تي سكان ولا ام ار اي، رحت عملت انتجريشن مع مستشفى كبيرة أو مع مركز أشعة عشان السيرفيس دي، فبالتالي المريض لما يروح يعمل الأشعات هناك هتظهر عندي على السيستم أي أشعات هو هيعملها على طول. تمام؟ ده كده اسمه vertical integration. طبعا الادفانتج اوف انتجريشن اللي هو كواليتي امبروفمنت وكوست ريدكشن، وبالتالي عملت امبروفمنت للافشنسي اهي اللي هي مرتبطه بالريسورسز وافويد دوبليكيشن اوف انفستيجيشن. تمام كده الانتجريشن مفهوم. هنا بقى ده قرايه، بعدها حاجات قراءه كده على ان انت حضرتك ان شاء الله لما تحصل على شهاده السي بي اتش كيو او اي شهاده في الكواليتي، وانت ممكن يكون دورك ايه او المناصب اللي ممكن تشتغل فيها، ممكن تمسك كواليتي مانجر وايه الرولز اللي ممكن تعملها، دي حاجات ليكم انتوا يعني ايه للمعرفه. ممكن تمسك بيشنت سيفتي اوفيسر، ممكن تمسك يوتيلايزيشن مانجمنت او كيس مانجمنت، ممكن تمسك ريسك مانجمنت يعني او فاينانشال مانجمنت، يعني لا مش فاينانشال، ريسك مانجمنت. دي الحاجات اللي ممكن انت ككواليتي بروفيشنال تقدر ان انت ايه تشتغل فيها. احنا كده خلصنا الفوكس ريفيو على تشابتر 1. في اي حاجه فيه ما هياش واضحه لحد من حضراتكم؟